لقي 6 مرشحين للهجرة السرية مصرعهم، بينهم امرأة ورضيعها، ونجا نحو 36 آخرين بأعجوبة بعد انقلاب قاربهم بالقرب من ميناء سيدي إفني، والذي كان يقلهم في اتجاه إسبانيا هربا من البطالة التي تفشت في أوساط شباب المنطقة. اللي فقنا احنا مع الصبح، انا بحري ملي مشينا مع الصبح، مع الصبح غادي انا سيدي باش نشوفوا، نمشيو نتكلوا على الله. يا هذيك مشينا كنشوفوا الوقايه غاديه، مشيت الوقايه غاديه، وقفت انا في الظلام وكنسمع الغوات ديال الناس، الغوات وعاد تقرع. مشيت سيدي زين الفلوكه ومشينا حتى حنايا في سبيل الله مشينا مغامرين، غامرنا في سبيل الله، نقدنا خلاده ديال البشر. الشباب الله يهديهم، الشباب هادو غار كي غار مساكن كيكذبوا عليهم وصافي، كيكذبوا عليهم يلاه، وهادي وهاد المافيات هادو، راه مشكله معاهم، هادو مجرمين، هادشي اللي كيديروا جريمه كثيره كبيره. هادشي هذا حنا ما خدنا لا بغيت حتى نعس، الناس ما قدينا حنا نعسوا في ديور دينا كاع، والله ما قدينا نعسوا كاع، ولا حتى الماكله ناكلوها كاع. هادشي اللي وقع بعدا شي كثير، هادشي بزاف. اليوم كنستيقظوا على واحد الفاجعه اللي هي فاجعه كبرى، ديال تقريبا واحد المحاوله ديال الهجره السريه اللي توفى فيها تقريبا حوالي واحد 6 ديال الاشخاص. تنبغي نقدم الشكر الجزيل للوقايه المدنيه اللي قامت بواحد العمل جبار وانقذت واحد العدد ديال الناس، بالاضافه كذلك للامن الوطني والدرك الملكي اللي قاموا بواحد العمل اللي هو جبار. مع الاسف الشديد هذه الافه هي افه وطنيه عالميه ان صح التعبير، وبالتالي كنلتمسوا انه من خلال هذه الوقائع انه تكون واحد المقاربه ديال الحكومه لهاد الافات، تكون مقاربه تنمويه، مقاربه اجتماعيه، مقاربه اقتصاديه للمنطقه، لان المنطقه غنيه بالثروات ديالها. المقاربه الامنيه بوحدها ما كتكفيش، علاش؟ لان الناس ديال الامن دايرين المجهودات ديالهم. احترق القارب ومعه قلوب امهات ضحايا هذه الفاجعه، وخلفت من جديد حالات إنسانية يندى لها الجبين، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات الفاعلين من مختلف الأطياف مطالبة بإيجاد حل ناجع لهذه الظاهرة التي أصبحت تقض مضجع البعمرانيين في كل مرة، وتضع حياة أبنائهم على المحك كلما اختاروا ركوب قوارب الموت.